جبت بنتي اليوم أعالجها، اسمها ريهام داود فتيني، وعندي إسهال وطرش ومغص. حالة الصباح كانت قوي تعبانة بالمرة، جبتها للمركز وأعطوا لها دريبات ومحلول وده، والحمد لله تحسنت. مواجهات اللي نواجهها في المجمع اللي هو انتشار المرض أولاً في المنطقة، ومواجهتنا له كالصف الأول نحن كوننا المركز الطبي. هناك كمان أيضاً صعوبات في ازدحام الحالات المتوافدة لنا، وسرعة التدخل للحالات كونها حالات طارئة تحتاج إلى التدخل السريع. هناك كمان أيضاً تحديات نواجهها كون المنطقة منطقة مزدحمة بالسكان، تجمع ما بين المرضى النازحين والمقيمين وكذلك اللاجئين. العلاجات كلها مجان والترقيد مجان وكل شيء مجان، وطفلتي الحمد لله إن شاء الله لما تقل مسموح حصات العلاج بقت أحسن، وما نقدرش يعني نروح للمستشفيات خاصة عشان تشتي دعم، والمركز يعني ما خلاحناش نحتاج هذا الشيء.